يسعد مساكم يا تاسع ويعطيكم العافية يا رب. اليوم هو الأربعاء الموافق 28/10/2020. اليوم إن شاء الله راح نبلش بالدرس الثاني من المادة بعنوان الحروق. طبعاً الحروق هي تعتبر من الحوادث الأكثر شيوعاً اللي بتصير معنا بالعادة، سواء كان حروق بسبب المدفأة، سواء كان حروق بسبب الاستخدام الخاطئ للمدفأة، أو حروق بسبب مثلاً انتكاب مادة سائلة ساخنة على الجسم زي الشاي زي القهوة. وفعلياً الفئة العمرية الأكثر عرضة للحروق بتكون هي فئات الأطفال، بسبب مثلاً أنه ملامستهم بالعادة للأجسام ساخنة مثل المدفأة مثل النار إلى آخره، وما بيكونوا هم مثلاً مستوعبين أو مدركين شو خطورة هذا الإشي، فبتلاقيهم إيش بيكونوا هم الأكثر عرضة لهاي الإصابة. طبعاً إيش مفهوم الحروق؟ لما إحنا نحكي عن الحروق كمفهوم، شو يعني الحرق؟ الحرق يا مس هو عبارة عن إصابة للجلد أو للأنسجة بتلف أو ضرر نتيجة تعرضها لمواد ذات درجات حرارة مرتفعة جدا أو مواد كيماوية كاوية، سواء كانت سائلة أم صلبة أم غازية أم شعاعية. فأي إصابة للجلد أو الأنسجة بتؤدي إلى حدوث إصابة للأنسجة أو للجلد بتؤدي إلى حدوث أضرار نتيجة تعرض الجلد لمواد درجات حرارتها عالية، أو ممكن تكون حروق بسبب مواد كيميائية. يعني مو شرط تكون الحروق عنا إحنا سببها درجات حرارة العالية مثلاً مثل الصلبة، ممكن لا تكون مواد إشعاعية، ممكن تكون مواد كيماوية. تمام؟ طيب لو إجينا على مسببات الحروق، شو هي مسببات الحروق؟ إيش هي الأشياء اللي ممكن تؤدي إلى حدوث حروق للجسم؟ في عنا 5 أسباب رئيسية. أول سبب ممكن يكون حرارة جافة، مثل إنك تيجي تتعرض لغاز الطبخ، أو تيجي مثلاً تفتح الطنجرة بعد ما تكون إلها وقت كتير تغلي ويطلع مثلاً البخار السخن، فهون إيش بنحكي عنها؟ هاي الحرارة حرارة جافة. ثاني إشي السوائل الساخنة مثل الماء المغلي مثل الشاي مثل القهوة مثل الزيت وغيرها. ممكن تكون مواد كيماوية مثل الأحماض والقلويات، هاي المواد ما هي برضو كمان بتؤدي إلى حدوث حروق. ممكن يكون كمان حروق بسبب الإشعاعات، إنك تيجي تتعرض مباشر لنحكي أشعة شمس أو أشعة ضارة، ما هي كمان بتؤدي إلى حدوث الحروق. خامس إشي عنا الحروق الناتجة من الكهرباء، اللي هي مثل التعرض للصدمة الكهربائية. طيب تمام، هل الحروق اللي بتصيب الجلد كلياتها نفس الدرجة؟ طبعا لا، في عنا حروق بتكون درجتها كتير خفيفة، وفي عنا حروق بتكون درجتها كتير عميقة، وفي عنا حروق بتسبب الوفاة. فمشان هيك في كم درجة للحروق؟ 3 درجات. في عنا حروق بسيطة، في عنا حروق متوسطة، وفي عنا حروق خطيرة. حروق بسيطة بتكون مثلا من الدرجة الأولى، أو حروق متوسطة بتكون من الدرجة الثانية، والحروق الخطيرة بتكون من الدرجة الثالثة. الحرق البسيط بيكون بالعادة بيصيب طبقة البشرة الخارجية، وبتميز بأنه بيصير في عنا احمرار على سطح الجلد أو سخونة في البشرة، وعادي بتعمل تسبب حساسية بسيطة في المنطقة المصابة بدون ما يكون في عنا هالألم الحاد، وممكن أنه يصير عنا انتفاخ بسيط في المنطقة المصابة، لكن في أي طبقة؟ في طبقة الجلد الخارجية اللي هي البشرة. الحروق المتوسطة بتعتبر من الدرجة الثانية من الحروق، بتنصاب فيها البشرة والأدمة، وبتتميز كيف بيعرفوا انه هاي من الدرجة الثانية؟ بصير عندنا تقرح للبشرة، وجود ألم شديد، وبصير عندنا انتفاخ وتكون أكياس زلالية. أما الحروق اللي بتيجي من الدرجة الثالثة اللي هي الحروق الخطيرة، بتصيب هاي الدرجة جميع طبقات الجلد، وأحيانا ممكن هاي المنطقة المحترقة إنها يصير لها تفحم أو تصير جافة أو تبين بيضة زي كأنه كيف كأنه طبقة شمع مثل هيك، وهاي تعتبر من أخطر درجات الحروق لأنها ممكن تسبب الالتهاب، وكمان بتسبب فقدان كمية كبيرة من سوائل الجسم، وممكن إنها تؤدي للصدمة والوفاة. طيب لو إجينا على أهمية إسعاف الحروق، شو أهمية إسعاف الحروق؟ هلأ الإجراءات والتدابير اللي في معالجة الحروق بتختلف من درجة لدرجة. يعني مثلا واحد انحرقت الدرجة الجلد الخارجية أو طبقة الجلد الخارجية، مستحيل والله يكون بهاي اللحظة محتاج هو مثلا لمستشفى، أو لأنه نحكي بحاجة إلى طوارئ أو إشي يعني خطير كتير، لا،
التدابير اللي بتكون لها بتكون معناته عندنا حسب درجة الحرق، إذا كانت درجة خفيفة ولا كانت درجة كبيرة. لأنه مثلا في عندنا زي اللي بكون صاير معهم حريق من درجة الثالثة، هاي تعتبر لازم على طول يكون في لها إسعاف أولي للحروق، ويروح يعني يودوه على المستشفى علشان ينقذوا حياة المصاب، لأنها ممكن إنها تؤدي إلى حدوث مضاعفات والتهابات والتشوهات، وممكن كمان تؤدي إلى الوفاة. طيب شو هي الاحتياطات الواجبة نعملها عشان إحنا نتجنب حدوث الحرائق؟ أول إشي نتأكد من سلامة توصيلات الغاز في المنزل، مثل الفرن نتأكد إنه ما بسرب غاز أو ما في عنا إن الوصلات كلياتها تمام تاعت الغاز، والمواقد برضو كمان. ثاني إشي نتأكد دائما من وجود طفايات حريق سواء في المنزل أو كان في المدرسة أو مكان العمل أو السيارة، ونتأكد إنه نعملها صيانة دورية إلها، ونتدرب على كيفية استعمالها عشان لو صار حريق فجائي نعرف كيف نتعامل معها. ثالث إشي ضرورة وجود صندوق إسعاف أولي في المنزل والمدرسة، علشان إذا صار أي حروق سواء درجة أولى ولا ثانية أو غيره نقدر على طول إن نعالج الوضع. رابع إشي إنه نبعد أعواد الثقاب أو الولاعات عن متناول أيدي الأطفال، لأنهم هم ما بدركوا خطورة هذا الإشي، فممكن عادي يجوا يستعملوها أو يلعبوا فيها ويؤدي هذا الإشي إلى حدوث حريق. سادس إشي عدم استخدام المواقد في تجفيف الملابس أو لغلي الماء. ما نستخدم احنا مثلا زي الصب عشان نجفف الاواعي. سابع اشي اطفاء المدفأة بطريقة صحيحة، وما نعبيها بالكاز وهي مشتعلة، يعني نتجنب دايما صبة الغاز الكاز ان نعبي الكاز فيها وهي شغالة. ثامن اشي عدم تواجد الاطفال في المطبخ في اثناء القيام باستخدام غاز للطبخ. تاسع اشي عدم ترك المواقد مشتعلة اثناء النوم، يعني تروح انت تترك اشي ولا تنجر على الغاز وتروح تنام لانك ما بتعرف ايش ممكن يصير. وعاشر إشي التأكد من سلامة توصيلات الكهرباء في المنازل والمدارس والمصانع، لأنه ممكن عندنا كمان أي مشكلة في الكهرباء تؤدي إلى حدوث حرائق خطيرة. وهيك بنكون خلصنا درسنا لليوم، يعطيكم العافية.